ونعرفوك باللي انت منصف لاعضاء مجلس الامه، حب هذا لو كان تخلينا نتكلموا من منصه احسن. حب هذا سيد الوزير، سيد رئيس المسؤول. اه. نعبر له، نعبر للوزير مليح، شوفوا وشوفني. ما نهضرش في ظهره دوكا السيد رئيس مجلس الامه، ما نهضرش في ظهره، خليني نقابله. شوف كي تسال، راك تسال الوزير والاخوان، وحنا كنا نسمعوا السؤال نتاعك. راح الناس كل راح تستفيد من السؤال نتاعك. يا سيدي المجاهد، انت طول حياتك فوق المنابر، خلينا نطلعوا فوق المنبر. تفضل تفضل.